ها هذه هذه تجيب الريموت هنا ها ها اشرك اشرك يا ها شبو اوكي اه كل يوم صورة فيديو واش زيد اه اخوي معلش اظهر في اليوتيوب اه معلش انا عندي قناه في اليوتيوب معلش يا جماعه اليوم حبينا نشتري مروحه هنا انا وصاحبنا كذا هذا الفيب بوس اشترينا هذه المروحه هذا في محل فتح جديد يا جماعه في الحومه في بوسكور اسعاره والله هايله الولد ما شاء الله محترم وانسان طيب والاسعار ها ما شاء الله المحل معمر عمل لك دعايه يا اخوي خطب الله هذه ما شاء الله وش خصكم يا جماعه ارواح قولوا له قولوا له قولوا له اليماني واش اللي ربو خلاط الخلاط هذا وين الخلاط هذا انا كان خاطري بالخلاط هذا وين ان شاء الله ما كان جديد هذيك اللي قلت لك عليها هذه ديال طاسه شي معليش يا اخويا هذه شحال هذه يا اخويا تديها لي ميديوم ها تفضل وش من الصنعة هذه يا اخويا ترابور هذه والله افغانستان والله الصين والله وش ما على بالك مونتاج هنا لا تشوت فرنسي هذا فرنسي مونتاج جزائري وهذه مونتاج جزائري اليمني راح نسوي كيف يا اخي ما يحسوش بي يا اخي نبغى نتزوج يا اخي نبغى نعمر دار نبغى وش بيك يا اخي خلاص اوكي يا اخوي ايش حال قلت لي 420 قلت لي 20 400 صح 420 خاين يا اخي محارك نزرع قاعد تتقارنا جاي من اليمن انا كارين جدد يعني شوف انا قلت من اليمن يا جماعه انا صاحب الكذاب بدل ما ها يهزها شويه كذا لا حشهالي حشهالي اخويا 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 الله يفتح لك ابواب الرزق ان شاء الله شوف عدها كم يا جماعه مكان هايل والله مكانش اسعار اسعار صراحه الراجل طيب اسعار حلوه 20 صح يا اخوي عندي تلفزيون ستار هذا ستار بس ستار بس الريموت مضيع انا مضيع ما عنده ما فيش ريموت ابغى ريموت شفت التلفزيون شوف لا انا ما على باليش انا عندي تلفزيون بس الريموت ما كانش موجود ستار وشنو بصح ستار يا اخي ستار هذا ستار تيلي ستار وقيل او ستار او سفن ستار او صغير مثل هذا كذا هو ويلكم 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 انا تعرف ايش بسوي انا اخذ منك واحده اقربها اشتغلت اديها تيلي ستار هكذا اوكي ايوه كذا هذا شوف فهمت قصدي واخوي انا ساكن انا ادي ومشت معي اديها شنو 500 سبعه من هنا 500 هذا كتكا اوه ما شاء الله يا جماعه تلفزيونات تلاقات غسالات اللي يبغى يتزوج يا جماعه اللي يبغى يتزوج يا عمر دار يجي 20 دينار ما عندك شوف 20 دينار اخوي 900 اخي ما زال انا متخربط بدراهمكم يا اخي ها اديها ما زال انا متخربط بدراهمكم حولها بارك الله يا والله خصم لي كمان خصم لي خصم وراها سيبو هذا رجع لي الدرهم والله فيها فيها 10000 الحين خليك صرف قهوه اداني حق القهوه يا اخوي هذا اخويا 3900 وين المكان هذا اخويا؟ 3900 قول للناس عشان يكلموك بدل العمال يا اخويا 3900 بدل العمال وش قلت الحين شوف اقربه اذا مشى اجي اديك اخذه منك ما عنديش ما عندك تاع ستار هذا ما عنديش اما لي الله يفتح عليك اخوي نجيك مره ثانيه تمام الله يفتح لك ابواب الرزق ان شاء الله ما في سمعك كده انهبل خطيرة خطيرة الكورونا خطيرة 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 العاصمية خطيرة 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 يا تع قلبي خطيرة هذه هذه غسالة تحلل هذه نشل
شحال هذي؟ تنشف بس صغير هذي. هذي حق ملابس صغير هذي. يلا انجوي عيشوا اللحظة. داخل اشتري عصافير. انا ما ليش حق عصافير، ما ليش حق طيور انا. والله انا كان عندي قطة ربيتها في الدار، طلعت من 60 كلب. هربت معها عشيق القطة الثاني. والله هذا يا جماعة صاحبنا المحل دياله. هذا صاحبي هنا المحل. لا لا معلش تعمر، كورونا كانت، ما كانش الشغل، ما كانش الخدمة. الحين انت بتعمره صح ولا لا؟ لا يا جماعة، اللي يبغى عصافير، اللي يبغى طيور، اللي يبغى ضفادع، اللي يبغى يشتري ضفادع، اللي يبغى يشتري فيران سناقب، فهمتوا كيف يا جماعة؟ هذا المحل هنا مستلزمات الطيور، مستلزمات العصافير. الحين بيعمر المحل مرة أخرى. يا أخوي إيش حل؟ وين الرقم؟ رقم المحل وين؟ ما في رقم. بدون رقم. بدون رقم. طيب يا أخوي اللي يحب يتواصل معك كم رقمك؟ ما في رقم. ها؟ ما عنديش رقم. آه ما يحبش يطلب الله صاحبنا هذا. ما عليش. شبعان شبعان. تعرفوا أنتم الجزائري ما شاء الله فلوس كتير عندهم. يلا إنجوي. السلام عليكم.